وفي ظل العمليات المستمرة في أوكرانيا، تسعى القوات الروسية للسيطرة على مدينة أوديسا التي تعد عاصمة الجنوب الأوكراني وثالث أكبر مدن البلاد. المزيد عن المدينة وأهميتها الاستراتيجية في سياق التقرير التالي. أوديسا ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا بعد كييف وخاركيف، وتعتبر عاصمة الجنوب الأوكراني، وتتمثل أهميتها في أن السيطرة عليها تعني عزل أوكرانيا عن البحر الأسود بما ينطوي من حرمان البلاد من الاستيراد والتصدير. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن 70% من تجارة أوكرانيا عبر البحر تتم عبر موانئ أوديسا، ومن دونها ستكون كييف معزولة إلى حد كبير عن الأسواق الدولية. وفي حال تمكنت القوات الروسية من تأمين البنية التحتية للموانئ الأكثر ربحا في أوكرانيا، فهذا من شأنه أن يمنح موسكو ميزة سياسية واقتصادية غير مسبوقة في منطقة البحر الأسود. وتتوقع المصادر العسكرية أن تعاني بقية أجزاء أوكرانيا من الفوضى حال السيطرة على أوديسا. ولأوديسا أهمية عسكرية بالنسبة إلى روسيا، فإذا تمكنت من بسط السيطرة على هذه المدينة فإنها ستصل إلى منطقة ترانسنستريا الانفصالية على الحدود الأوكرانية المولدوفية. ولدى أوديسا أهمية تاريخية على الأقل بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث عن إعادة تشكيل روسيا الإمبراطورية والتي تمتد إحدى مناطقها على طول البحر الأسود ومركزها أوديسا. وكانت أوديسا تشكل درة التاج الإمبراطوري الروسي وميناء استراتيجيا في العهد السوفيتي.